معنا دابا الاستاذ مصطفى الشريف اللي عرفناه كلاعب في الدفاع الجليدي، كلاعب في المنتخب الوطني، كاستاذ، كمربي. هاد الامور ما كيخصهاش تفوت. واليوم كيحظى بواحد الجوبيلي ديالو هنا في الجديده، كتنظموا جمعيه قدماء الدفاع الحسني الجليدي. اش يمكن السي مصطفى يقول حول التكريم وحول المسار ديالو في الدفاع وفي المنتخب؟ هذاك الشيء خفيف. انا دابا التكريم ما كانش واحد او اثنين او ثلاثه، كانوا تكريمات في هذه السنوات اللي جينا من كاس افريقيا وداز ايام وجات فيه. غنذكر لك على دابا على كيفاش التكريم ديال اليوم. التكريم ديال اليوم كيفاش كتحس الاحساس ديالك؟ هو الاحساس ديالي اليوم انني ما كنتش كنتناظر انني غادي يكون عندي هذا التكريم اولا. ثانيا التكريم غادي يخليني ثاني كل ليله خصني نتفكروا ونعيش معاه، نتفكروا ونعيش معاه. لانه من السنوات الاولى وداك الشيء كنت ملي كندخل البيت ديالي كنت كنبكي وكنفرح كنفتش على شي حوايج يمكن يعاونوني. لانه هي صدمه ديال كاس افريقيا، راه صدمه من صحيحه فيها وعفا بابا والعفا لعبوا في الكوت وداك الشيء. ولهذا انا كنظن انه غتبقى في السنين المقبله يمكن كنقول راه غادي نوصل او ما غنوصلش لهذا الشيء اللي كنبقى نحلم به. لانه كنحلم انا ملي كنعس كنحلم وكون كنبقى نفتش وداك الشيء. وين نبغي ندير شي حاجه عمرو ولدي كنبكي. علاش كنبكي؟ لانه حنا تعذبنا. شنو التعذيب اللي تعذبنا؟ هو انه ملي طاحت من الطياره من المأكولات ما كانش مزيانه، باننا حنا هذوك ظلمونا، بان هذاك الشيء كله كنتفكر كون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خليني نزيد لقدام ما نبقاش نقلع. واش فهمتيني اش باغي نقول لك؟ وي فهمتك. المهم الاخوان ديال جمعيه قدماء الدفاع الجديد احسنوا كونهم ذكروا اسم كبير وهرم كبير اللي هو مصطفى فتوي الاستاذ ديالنا الشريف. شكرا.